دكتور نادي، مسألة الملكية اللي ذكرها الأستاذ حسين ويمكن اللي اتكلم فيها قبل كده معانا حتى على تليفون دكتور حسام لطفي، يمكن كان من خلال يمكن تقريبا من يومين كان معانا أستاذ محسن جابر على التليفون وتحدث أيضا حتى وكان معانا دكتور حسام في هذه المسألة، هذا اللغط المتعلق بقصة الست أم كلثوم. هو الحقيقة يعني أنا محتارة هو ليه في لغط؟ يعني احنا في انت بيحصل لغط لما يبقى الامور مش مثبته، الامور مش مؤيده بعقود او كده. صوت القاهره عندها عقد مع السيده ام كلثوم سنه 59، كانت شركه صوت القاهره ما اسمهاش صوت القاهره، كانت مصر فون بتاعه محمد فوزي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. بعد ما تأممت صوت القاهرة اتعمل عقد 64 بتوقيع السيدة أم كلثوم بخط إيدها، وأقرت فيه أن صوت القاهرة هي المالكة الوحيدة لتسجيلاتي السابقة واللاحقة، لأنها كانت لسه بتغني ففي لسه تسجيلات هتحصل. في العقد ده أقرت أم كلثوم أن صوت القاهرة هي المالكة، لكن في 30% من العوائد بتاعت هذه التسجيلات هي تاخدها. حق أم كلثوم. حلو. لما توفت ال 30% دول اتوزعوا على الورثة بشرع ربنا. حلو. واتعمل عقود معاهم برضو من صوت القاهرة، كل واحد حسب نسبة النسبة بتاعته. التي أقرها القانون. طبعا. شرع. بالشرع بقى والقانون وكل حاجة. بعض الورثة 80% منهم باعوا حقوقهم للأستاذ محسن جابر. الباقيين لسه موجودين مع صوت القاهرة. يبقى هنا الموضوع واضح. 30% بتوع السيدة أم كلثوم راحوا للورثة، الورثة باعوا للأستاذ محسن جابر، فالأستاذ محسن له حق؟ طبعا له حق. كويس. له حق جدا، محدش يقدر ينكره ولا احنا بننكره. حقه في 80% اللي اشترى حقوقهم من الورثه. يعني ال 80% اللي من ال 30% التي تستحق للورثه. طيب.